مربوطة بالاجتماعي ومربوطة بالهوية. نبدأ بها. قضية الإسلام في الجزائر وبصورة أدق قضية الصلاة في المدارس. لولا أن ذكروا بعضنا بعضا للإسلام دين الدولة وإننا كلنا مسلمين. تيلا عندنا أقلية صغيرة من الأديان السمحة الأخرى في الجزائر، عشرات الآلاف. يعني الإسلام ما راهش جاي يدير فتوحة في بلاده. ثانيا نذكر بعضنا بعض أن الجزائر تسخر بأكثر من 20,000 مسجد. الدولة تبني حتى المساجد الكبرى في مقر الولايات، وعن أسابيع ولا عن أيام ولا عن قريب الجزائر تفتح ثالث مسجد في العالم. وحتى مسجد باريس خدمة للإسلام في العالم ولجاليتنا لنحييها، الدولة تساهم في تمويلها سنويا 1,500,000 أورو سنويا، 1,500,000 أورو سنويا اللي تساهم بها الدولة الجزائرية في تمويل أغراند موسكي باري بكل وضوح خلال حساب بنكي، في علم سلطات البلد اللي موجود في هذا المسجد. الجزائر تخدم آلاف الأئمة. السنة هذه رايحة توظف 2000 ولا أكثر من 2000 لما شغال سي محمد، 2100. الإسلام في المدارس الحمد لله، حتى كي حرمنا المستعمر من المدرسة كان أولادنا يمشيوا يقرأوا في الكتاتيب ويقرأوا القرآن. واليوم الكتاتيب موجودة والمدرسة تقري. برنامج التربية الإسلامية موجود من السنة الأولى إلى سنة الترمينال. فقط احنا كلنا حارين الدفاع عن الإسلام، لكن ما نغلطش. نذكر بعضنا بعض أن الصلاة في المدرسة حتى في سنة 1990، كيقول 1990 راكو فاهمين واش راني قاصد، 1990 وخلى ولادنا يقراوا. فإذا نحمي المدرسة من تذبذب سياسي ونخلي ولادنا كفاهم الإضرابات والصراعات الاجتماعية لتوقع من حين إلى آخر، خلي ولادنا يقراوا يكونوا قوة للجزائر ويكونوا قوة للإسلام إن شاء الله.